عليها جميع من اجل المصلحه ديال بلادنا، من اجل التحصين ديال بلادنا والوحده ديال بلادنا واللحمه ديال بلادنا والوحده الترابيه ديال بلادنا والمستقبل ديال ولادنا كاملين، باش تفتح امامهم الافق باش يعيشوا بكرامه في الوطن ديالهم في كل جهات المغرب. اليوم حاضرين مع الجمعيه المغربيه ديال التنميه والتعاون ديال المتقاعدي السكك الحديديه. انا كنظن هذه جمعيه مهمه الى جانب جمعيات المجتمع المدني الجاده، لانه ملي كيكون واحد المجتمع مدني حي كيمكن له انه يدافع على الحقوق والمكتسبات ديال الشغيله، ماشي فقط غير في القطاع ديالو ولكن في قطاعات اخرى عبر التضامن اللي هي جمعيه ديال التضامن ايضا. ولهذا اليوم امام الهجمه الشرسه ديال النظام النيوليبرالي اللي هو كيدفع دول بحال المغرب انها تمشي للخصصه ديال القطاعات الحيويه بحال التعليم والصحه الماء والكهرباء، وكذلك هذا المجال ديال 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 السكك الحديديه او مجالات اخرى ربما سنراها في المستقبل. تنظن بانه المتقاعدين عندهم دور كبير يلعبوه، اولا لانهم ركموا واحد التجربه اللي هي مهمه وتعرفوا اهميه انه هذا القطاع هذا يبقى الدوله هي اللي عندها اليد فيه، لانه قطاع مهم ومربح ويمكن له يخلق لنا فرص شغل في المستقبل للشباب، ويمكننا نطوروه ويمكننا نتعاونوا حتى مع النهضه اللي كتعرفها اليوم افريقيا في هذا المجال ومجالات اخرى، خصوصا وانه الدوله المغربيه امام واحد العدد ديال الاصلاحات بين مزدوجتين. هذه الاصلاحات كتعني الخصصه، كتعني الضرب ديال المكتسبات لا في المجال ديال التقاعد والنسبه ديال هذا التقاعد اللي حنا كنعرفوا بانه كيخرج الانسان التقاعد كيفقد واحد العدد ديال الامتيازات اللي كتكون عنده، اذا كتوضعوا الدوله في واحد الوضع ديال الهشاشه لانه ما كيتقضاش يعني الاجر اللي كان كيتقضى من قبل، علما بان هذاك الاجر اصلا ما كتكونش التطور ديالو يعني عبر السنين بما يتلازم مع المستوى المعيشي. واليوم بلادنا كتعرف واحد المستوى ديال التضخم غير مسبوق، غلاء المعيشه، غلاء المواد الاساسيه، اذا كنزيدوا نوضعوا هذا المتقاعد في وضع ديال الهشاشه، ولهذا يعني المتقاعدين كينظموا راسهم باش يدافعوا. ثم من ناحيه اخرى مساله ديال الدوله اللي كتكلم على الدوله الاجتماعيه والتغطيه الصحيه للجميع، اليوم الحاجه الى دوله العداله الاجتماعيه والمناطقيه، وانه تكون التغطيه الصحيه في المستوى المطلوب، لانه كاين واحد العدد ديال الناس اللي تيشتغلوا سواء في المجال ديال السكك الحديديه او مجالات اخرى اللي عندهم نظام داخلي ديال التغطيه اللي هو كيكون ممتاز متميز، ولكن ملي غادي يتم الافراغ ديالهم في هذا الشيء ديال لامو يعني التغطيه الاجباريه على المرض غادي يضيعوا في واحد العدد ديال المكتسبات. اذا الدوله خصها الا بغات تسمي اصلاح يكون اصلاح، الاصلاح ما يمكن له الا يزيد بنا الى الامام وليس اصلاحا اللي غادي يفقدنا يعني. وهنا كان الحضور ديالنا الى جانب هذه الجمعيه المهمه هو اننا نقتسموا التجارب فيما بيننا، واننا نتكلموا على ضروره بناء واحد الجبهه الشعبيه للنضال في البلاد ديالنا باش ندافعوا على المكتسبات والحق ديال الشعب المغربي وجميع الجهات المهمشه وغير المهمشه في البلاد، باش ابنائنا يعيشوا في كرامه، باش ابنائنا ما يبقاوش يركبوا في الباترات ويمشيوا، باش ابنائنا يكون الافق امامهم باين، لان الدوله باغيه تضرب الحق في الاضراب، باغيه تضرب الحق في الوظيفه العموميه، ما يمكنش. هادشي كله خصو نضالات اللي هي تكون فيها تشبيك ويكون فيها تعاون. على هذا الاساس حنا جينا، وانا تنشكرهم على الثقه وعلى هذا، لانه اليوم وكيف تقال في المداخلات كلها حنا بغينا الانخراط سواء في السياسه ولا في المجتمع المدني يكون باخلاق عاليه ومن اجل الدفاع على المصلحه العامه وليس من اجل الاسترزاق والانتهازيه.